وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس أسامة الزايد، رئيس طوارئ الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء. أهلا بك في نشرة أخبار ثالثة، وإذ تحدثنا عن استعدادات هيئة الكهرباء والماء خلال موسم الأمطار. أمسي عليكم على المشاهدين الكرام، إن شاء الله تكون أمطار خير على الجميع، وأحب أن أنوه على بعض الإرشادات والتوجيهات واستعدادات هيئة الكهرباء والماء لموسم الأمطار. تسعى الهيئة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والمحافظة على استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة عالية ومراقبة المؤشر الزمني وعمل البرامج التطويرية، وذلك سعيا للوصول لخدمة عالية الجودة. ونلخصها ببعض النقاط. وفرت هيئة كهرباء الماء 4 مراكز طوارئ تم توزيعها على 4 محافظات ومركز اتصالات لاستقبال البلاغات، وتم إعداد وزيادة فرق الطوارئ وتجهيزهم بأحدث تقنيات من كهربائيين وفنيين ومهندسين مؤهلين ومدربين للتعامل مع جميع الأعطال الكهربائية قد تحدث نتيجة الأمطار، وهذه الفرق متاحة على مدى 24 ساعة. نعم. توفر هيئة الكهرباء والماء خط ساخن يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المشتركين وتحويلها على مركز طوارئ المعني عن طريق برنامج متابعة البلاغات، ويتم التعامل معها بأقصى سرعة ممكنة، ويمكن للمشتركين التواصل معنا عبر الرقم 17-51-5555. وأيضا تمت صيانة الشبكة عن طريق تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لفحص وصيانة الأعمدة وخطوط الكهرباء من جهد عالي وجهد منخفض والمحولات والمعدات الأخرى في الشبكة الكهربائية، وتم فحص الأجهزة وتقييم حالتها للتأكد من قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية وإصلاح الأعطال محتملة. رابعا، مراقبة الشبكة حيث تستخدم هيئة الكهرباء والماء أنظمة المراقبة والرصد لمراقبة حالة الشبكة بشكل مستمر. يتم تحليل البيانات وتحديد العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على توزيع الكهرباء، وذلك لاتخاذ التدابير الوقائية والمناسبة والتصرف السريع في حالة الأعطال. وتم تعزيز أجهزة الحماية عن طريق التأكد من أجهزة الحماية مثل القواطع والمفاتيح والمحولات ونظام الحماية الأخرى تعمل بشكل صحيح، مجهزة بأحدث التقنيات للكشف عن الأعطال وفصل الدوائر المتضررة عن الشبكة. ثالثا، التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، حيث تعمل هيئة الكهرباء والماء تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الأخرى مثل وزارة الداخلية، الدفاع المدني، والمجالس البلدية وشؤون البلديات ووزارة الأشغال لتبادل المعلومات والتعاون في حالة الطوارئ الطارئة وتعزيز التنسيق. نعم. في تنفيذ الإجراءات اللازمة. أما بخصوص التوجيهات والإرشادات للمشتركين، تدعو هيئة الكهرباء والماء المشتركين اتخاذ الاحتياطات والاجراءات الضروريه خلال موسم الامطار لتجنب حدوث اي اعطال او انقطاعات داخليه وضمان سلامه واستمراريه امدادات الطاقه الكهربائيه. ونحث المشتركين على زياره الموقع الالكتروني للهيئه وصفحاتها الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على الارشادات والنصائح الخاصه بالمحافظه على استقرار وامان الامدادات خلال فتره الامطار. وتشير إلى ضرورة الاستعانة بمقاول معتمد ومؤهل للقيام بأعمال الصيانة الدورية والتأكد الدائم أن جميع الوصلات الكهربائية الخارجية للمنزل واللوحات الكهربائية وصندوق العداد مقاوم للمياه ومعزولة بشكل جيد، وذلك لتفادي دخول المياه الذي يؤدي إلى انقطاع في خدمات الكهرباء. نعم. المهندس أسامة الزايد، رئيس طوارئ الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء، شكرا جزيلا لك.